لقاحات وتطعيم الأطفال، وجاءت حقيقة نتيجة للتطور العلمي، وقد ساعدت هذه اللقاحات في تدني أعداد الوفيات المرتبطة ببعض الأمراض التي كانت مخيفة. فقد تكتفي هذه النتيجة للاعتراف بأهمية وفائدة تطعيم الأطفال الذي تحرص عليه المنظمات المختصة في اليمن من خلال دعم المراكز الطبية وإقامة حملات التطعيم لتشجيع الأهالي على إعطاء أبنائهم اللقاحات اللازمة لحمايتهم وتقوية مناعتهم. عن لقاحات الأطفال، أهميتها والتحديات التي تقف أمام العاملين في هذا المجال في اليمن، نستضيف الدكتور معاذ منصور، مدير الأنشطة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود في اليمن. ويسعد صباحك. صباح الخير على الجميع. أهلا وسهلا فيك في صباحنا لهذا اليوم، وإحنا حابين نناقش موضوع اللقاحات. يعني في الفترة الأخيرة نشوف رجوع بعض الأوبئة أو الأمراض التي كانت يعني قد انتهت في فترة من الفترات في اليمن، واليوم رجعت من جديد. برأيك دكتور معاذ، إيش أهمية أولا اللقاحات وما فائدتها أو كيف تعود على الأطفال وعلى الناس بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على الجميع. موضوع اليوم هو أهمية اللقاحات الروتينية في مناعة الطفل. تعطي اللقاحات الروتينية حماية مناعية طويلة المدى للأطفال ضد العديد من الأمراض المعدية على المدى القريب أو المدى البعيد، مثل أمراض شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية، وأيضا التهابة الكبد الفيروسية وغيرها من الأمراض التي يمكن تفاديها باللقاحات. أيوة. طيب دكتور، يعني أنت تشوف أنه بعض الأهالي اليوم يمكن ما يهتموا بتطعيم أبنائهم أو أخذ اللقاحات اللازمة، فإيش هي العواقب التي يعني نقول أنها يعني في عدم إعطاء هؤلاء الأطفال للقاحات المطلوبة؟ عدم أخذ اللقاحات تترك الطفل عرضة للعديد من الأمراض المعدية التي قد تؤدي إلى وفاة لا قدر الله، والبعض منها يؤدي إلى مضاعفات أو الإعاقة الدائمة أو فقدان لبعض وظائف الجسم، فمثلا فقدان وظائف الأقدام أو الأطراف، أيضا ممكن إصابات أو إعاقات ذهنية طويلة المدى التي يمكن تفاديها اللقاحات وتجنبها مبكرا. أيوة فعلا دكتور، يمكن زي ما ذكرنا في البداية أنه بعض اللقاحات التي تم إهمالها عادت للأسف، لكن هل هو فقط الأسباب أنه عدم وجود اللقاحات لعودة بعض الأمراض مثل يعني شلل الأطفال، أم هناك أسباب أخرى لو تذكر لنا؟ يعني هناك العديد من الأسباب لعودة العديد من الأمراض، من ضمنها ضعف الإقبال على اللقاحات بسبب قلة الوعي وعدم يعني اهتمام الناس بأهمية اللقاحات، بالإضافة أيضا إلى نقص اللقاحات في البلاد بشكل عام وعدم مواكبة زيادة الأطفال في البلاد. فكل هذه الأسباب أدت إلى عودة العديد من الأمراض وقلة نسبة الملقحين في البلاد، وهذا يترك الأطفال معرضين للعديد من الأوبئة التي كان ممكن تفاديها باللقاحات. طيب يعني دكتور، كيف تهتم منظمتكم لمعالجة أو نقول لحل هذه المشكلة بتوفير اللقاحات اللازمة للأطفال؟ تعمل المنظمة على رفع مستوى الوعي عند المجتمع من خلال الدورات التثقيفية وأيضا التثقيف الصحي للأهالي والمجتمع بأهمية اللقاحات وعلى أهمية الوقاية من الأمراض قبل وقوع الأمراض التي كان ممكن تجنبها باللقاحات. طيب المنظمة يعني في خضم كل ما تقدمه لنقول المجتمع اليمني، ما هي الصعوبات اللي بتواجهوها عشان توصلوا يعني نقول اللقاحات لكل الأطفال أو لكل الفئات في كل المناطق في اليمن؟ أبرز الصعوبات هي كيف يتم إقناع الأهالي والمجتمع بأهمية اللقاحات، حيث أن ظروف البلاد جعلت الكثير من الأسر يعني تعزف عن تقبل اللقاحات وعدم الاهتمام بأهمية اللقاحات. كذلك أيضا نعاني من وصول الحياة في مراحل متأخرة من المرض، وكل هذه الأمراض المعدية كان يمكن تفاديها في المراحل المبكرة باللقاحات والوقاية.
فعلا يمكن هذه هي النقطة الأساسية يعني التي نتمنى أن يتم التركيز عليها للمجتمع في اليمن، موضوع الوعي. كيف تسهم منظمة أطباء بلا حدود في زيادة الوعي حول أهمية هذه اللقاحات علشان يعني يكون هناك نقول حافز كبير لأولياء الأمور للاهتمام بإعطاء أبنائهم الجرعات اللازمة؟ تسهم المنظمة في محاولة رفع الوعي عند الناس من خلال إبراز أهمية اللقاح وعمل منشورات تثقيفية لأهمية اللقاحات وأهمية الوقاية من الكثير من الأمراض المعدية التي يمكن تجنبها والتخلص منها بواسطة اللقاحات. أيضا نقوم بمعالجة الحالات عند وصولها، ولكن للأسف بعض الأحيان تكون الحالات صعبة ومن الصعوبة معالجتها وخاصة في المراحل المتأخرة، لذلك دائما نحرص على رفع وعي الناس بأهمية اللقاح حيث أن الوقاية خير من العلاج. فعلا اللقاحات هي الطريق الوحيد لنقول الوقاية الأساسية من كثير من الأمراض. نتمنى أنه من الأهالي أن يتوجهوا إلى المراكز المختصة، وشكر لكل الجهود التي تقدمها منظمة بلا حدود أطباء بلا حدود لمساعدة المجتمع اليمني بتوفير اللقاحات اللازمة، وشكر خاص لك دكتور لتواجدك معنا في صباح بلقيس تغطية هذا الموضوع. شكرا جزيلا لكم وللجميع. يعطيك ألف عافية.